هنبدأ التجربة detection of adulteration distortion اللي في عينة الدراي بوم الدراي ميلك الدراي ميلك بوم تمام الادلتريشن بتاع الاستاش عندي في المعمل في التجربة بيجي لي امبوتين وفيهم ايه وفيهم بارت اوف ميلك باودر تمام بنحط عليهم 5 مللي ديستل بوتر في كل انبوبة وبعدين هنعمل ميكسنج كويس للامبوبتين المفروض بيكون في الكتاب مكتوب تسخين في الووتر باث انما التجربه دي زي ما اتفقنا قبل كده وعملناها مفيش فيها تسخين خالص في الووتر باث مفيش فيها تسخين في الووتر باث خالص بعد ما عملنا ميكسنج للعينتين هنضيف بارت مين دروب من الايودين علشان نشوف النتيجه فيو دروب من الايودين كده ده ما ظهرليش اللون البلو دي نيجاتيف يبقى دي ما فيهاش ستارش دي عينه ما فيهاش ستارش تمام فيو دروب دي ظهر لي البلو كولر يبقى دي فيها عينه ايه فيها ادلتريشن بالستارش طيب السيجنيفيكانس بتاعتي ان الادلتريشن بالستارش يبقى انا كده بضيف سابروفيتك وباثوجينيك مارك اورجانيزم يبقى المنتج بتاعي هيكون unfit for human consumption decrease the nutritive value بتاعته بيبقى يكون فيه مايكرو اورجانيزم تمام يبقى كده دي عينه ايه detection of ايه adulteration of milk powder by starch عين صور لي positive ونيجاتيف